الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من الله الجميع يكون بخير إن شاء الله، وربنا يرزقنا وإياكم قيام ليلة القدر. النهاردة بإذن الله تحري ليلة 22 رمضان، وطبعا احنا بنتحرى الفردية والزوجية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر إنها في الليالي العشر، ما حددش يعني ليلة معينة، وده بالرد بيه على بعض الإخوة الكرام يعني اللي هم بيقولوا كانت امبارح عشان كده احنا بنصورها. لا يا جماعة، احنا بنصور كل يوم، وبوضح برضو بقول ان بنصور كل يوم، وبعد كده في اخر يوم ان شاء الله بنعمل مقارنة ما بينهم كلهم، ونقدر نحكم او نقدر نقول يعني ان شاء الله هي كانت ليلة كذا. لكن احنا بنقول يا جماعة بنجتهد في العشر ليالي كلهم، بنجتهد في العشر ليالي كلهم، مش بنقول زي ما في ناس بتقول يا جماعة انتوا بتركزوا على يعني ما بتدوش فرصة للناس تجتهد، بل بالعكس ده احنا كده يعني زي ما قلت برضو امبارح بسرعة كده، ان احنا يا جماعة بنركز على العشر ليالي كلهم، وبنقوم الصبح نتابع الشمس، لان دي العلامة الوحيدة اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ان الشمس باختصار بتطلع بدون الشيطان، فبتطلع من غير الشعاع بتاعها، وبتطلع زي قرص القمر. وده حصل معانا السنة اللي فاتت لبعض المتابعين اللي سألوني السنة اللي فاتت كانت ايه، انا والله اعلم يعني الفيديوهات لسه موجودة في القناة اللي هي اسمه أشرف صالح، ما كناش بنحط الفيديوهات على القناتين، فكانت معانا يوم 25، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان انا استشعرت الليلة نفسها يوم 25، يعني كان بعد صلاة العشاء وفي القيام استشعرتها، فدخلت حطيت يعني كان اليوم الوحيد اللي قلت اجتهدوا الليلة دي يا جماعة. يقدر ربنا فعلا ان الصبح شفنا الشمس بشكل عجيب، يعني لغاية كمان ما طلعت يعني ساعة كمان بعد ساعة او ساعة ونص، وهو نفس الموضوع، يعني تقدر تبصلها بعينيك، مفيش حاجة اسمها شعاع، لونها قرص أبيض، مفيش حرارة، مفيش من أول ما طلعت لغاية بعديها بساعة أو بساعتين. فزي ما احنا متابعين كده مع بعض النهاردة، انت بتلاحظ في البداية كده ان الشمس طالعة بلون قرص أحمر، وبتظهر في السحاب يعني إذا كان في شعاع ولا لا، لكن مع الوقت طبعا زي ما احنا شايفين كده لسه مظهرش حاجة، لكن تدريجيا بتبتدي تظهر قدامك. طبعا الرؤية بالعين المجردة غير الكاميرات، بتبقى الرؤية الشمس بتبقى باينة كبيرة يعني، فبتبقى واضحة عن كده، لكن برضو زي ما احنا شايفين في احمرار، فبتبقى خلاص يعني اللي متابع كام سنة ورا بعض بيبقى حاسس ان دي لا مش هي. القرص الثاني سبحان الله يعني عجيب، وان شاء الله هيمر علينا هنشوفه، يعني بيبقى قرص ابيض تماما، يعني مش الشمس، انت بتشوفه بتقول ده مش الشمس، ده القمر، وكل ما بيرتفع يعني تلاقي كده الجو هادي خالص، مفيش يعني حتى حرارة الشمس نفسها ما بتحسهاش اليوم ده. طبعا ليلة القدر يا جماعة لبعض المعلومات الناس ما تعرفهاش عنها، نقولها بالمرة كده، مصطلح ليلة اللي هو أو ليلة القدر من جزئين، الجزء الأول اللي هو الليلة اللي هي بتعرف من كتوقيت معين، يعني اللي هو من غروب الشمس اللي هي تعتبر شمس امبارح، دي ليلة 22، من غروب الشمس وحتى طلوع الفجر، دي اسمها ليلة. الجزء الثاني بقى اللي هو ليلة القدر اللي هو القدر، فيها أقوال كتير للعلماء والفقهاء في بيان معنى المراد من القدر نفسه، فاستندوا لبعض الأدلة، منها قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره، فالمقصود هنا بالقدر اللي هو التشريف والتعظيم. طبعا هي ليلة لها قدر تنزل القرآن والملائكة فيها، كمان بتتنزل فيها رحمات الله سبحانه وتعالى. معاني القدر أيضا اللي هو التضييق، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ومن قدر عليه رزقه، والمقصود هنا إنك أو المقصود من التضييق في الليلة دي
اللي هو إخفائها وعدم تعيينها بوقت معين. يعني محدش يعرف على اختلاف أقوال الصحابة يوم 21 23 25 27 29. ويقال كمان إن الأرض بتضيق وتزدحم بالملائكة اليوم ده الليلة دي. ده من ضمن معانيها برضه. من ضمن المعاني التانية القدر، يعني أو بفتح الدال، أو القضاء، يعني القضاء والقدر، أو الفصل والحكم. لأن بعض العلماء قالوا إن هو سبب تسمية القدر لأن الملائكة في الليلة دي بتكتب ما قدر من الرزق والأجال، بتكتب اللي قدره ربنا سبحانه وتعالى للعباد من الرزق واللي هيعيش واللي هيموت، يعني الأجال. يعني زي ما ربنا قال إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا مرسلين. فليها معاني كتير، عشان قلنا يعني نتكلم في بعض المعلومات علشان الوقت يعدي ما نبقاش الفيديو يبقى ساكت كده. طبعا زي ما شايفين هي بدأت تظهر، باين جدا ان هي ليها شعاع. يعني احنا بنلاحظه في التصوير نازل كده ناحية الارض ناحية القدرة، يعني ما بيبانش فوق التصوير. يعني زائد ان انت زي ما احنا شايفين يعني صعب انك انت تبص لها بعينك، باين ان هي قويه، الضوء اللي حواليها اصفر. الشمس بقى اللي احنا بنتكلم عليها بتاعت ليله القدر، زي ما بقول لكم ما فيش ولا شعاع ولا في الاضاءه دي ولا الشعاع اللي بادئ يظهر على الفرع اللي انت شايفينه. بتحس كده ان زي ما هشاور لك عليه بالسهم كده في شعاع صغير بدا يبان. لا، في الشمس الثانية ليلة القدر ما فيش الكلام ده خالص، فعلا بدر بيطلع قدامك، قمر يعني ما بيش دخل بالشمس خالص. ودي لوحدها إعجاز لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، إن هي العلامة دي الوحيدة، لأن بقية العلامات زي ما بعض التعليقات جت إن هو بيقولوا الليلة دي في نباح كلاب وفي كذا، لا الكلام ده غير وارد. يعني هي دي العلامة الوحيدة الواردة اللي هي الشمس، عشان برضو الناس طبعا احنا يعني عادي الكلام ده مر علينا ان احنا كنا بنظن الكلام ده، لكن بعد كده لما قرأنا فعرفنا لا، اللي هي العلامة الوحيدة علامة الشمس. موضوع الكلاب والديكة والكلام ده لا، هي بس يعني الليلة نفسها انت بتحسها من بعد العشاء، بتحس ان فيه هدوء وفي سكينة. لكن العلامة الأساسية اللي هي الشمس اللي احنا بنصورها وبنهتم بيها، لان ده الوارد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فلازم نتابعها. يعني وده يا جماعة اللي احنا بنعمله ده تنشيط، يعني احنا دلوقتي بنعمل عملية تنشيط لنفسنا. يعني انت عارف لما تكون مثلا بتعمل حاجة فبتاخد مقابل ليها شغل، بتذاكر، بتعمل حاجة فيها مجهود، فبتتابع، يعني انت بتتابع النتيجة. بستغرب يعني، معلش انا مش بنتقد تعليقات، يعني انا بستغرب، لكن انا مش القصة ان انا بنتقد تعليقات. انا باخد التعليق لان التعليقات دي بتاعت ناس بتشوفني بتتابعني، فالناس دي تقديرها عالي عندي، فبرد عليهم بحيث ان هم يفهموا، مش برد انتقاد، وكلنا بنتعلم من بعض. فالموضوع اللي بيقول ما تشغلش نفسك بليلة القدر، اشغل نفسك برب ليلة القدر. طب ما هو رب ليلة القدر هو اللي أمرني بأن أنا أجتهد في ليلة القدر، ورسوله الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو اللي قال لنا أن دي علامتها. فهل النبي عليه الصلاة والسلام قال أن دي علامتها علشان أنا أتجاهل علامتها، ولا قال لنا كده علشان نتابع العلامات ونفرح بان احنا والله احنا اجتهدنا الليله دي؟ احنا اجتهدنا، نجتهد الليالي كلها، كله باجره، يعني كله ليه اجره. ولكن لما احس ان انا والله لا، ده انا فعلا الليله اللي فاتت دي صليت، اجتهدت، دعيت، ربنا فتح عليا في الدعاء، والله كلمت حد في الخير. الموضوع مش شرط يعني ان انا تصدقت مثلا،
اي خير عملته الليله دي حتى لو ركعه واحده وربنا قبلها، وقمت الصبح تابعنا مع بعض الشمس، ارتحنا للشمس وقلنا لا هي دي ليله القدر، بيبقى عندي طمانينه بقى مزدوجه. يعني انا قمت الليله دي الحمد لله، والصبح الشمس اثبتت لي ان هي دي شمس ليله القدر، وانا ما جبتش حاجه من عندي. يعني احنا كلنا اتبعنا الحديث النبوي اللي بيقول ان الشمس بتظهر بالصفات المعينه دي، فده تشجيع. عارف غير بقى انت لما تبقى لوحدك كده، لحد بقى بيصور لك شمس، ولا حد بيقول لك انت صليت ولا ما صليتش، ولا حد بيتابعك، ممكن تتوه. فده حتى كمان يعني ديننا بيقول كده، انك انت عليكم بالجماعه وتعاونوا على البر والتقوى، فاحنا بنتعاون على البر والتقوى. الحمد لله لا احنا بندل بعض مثلا على الحلقه النهارده كانت بتقول ايه وحلقه بكره هتعمل ايه، الحمد لله ما عندناش القصه دي، فاحنا ماشيين في طريق بندل بعض على الخير. ربنا سبحانه وتعالى يتقبل مننا جميعا، وهنتابع كده برضه لغايه اخر يوم لو ربنا يعني اراد لنا وادانا العمر. النهارده زي ما احنا شايفين كده يعني والله اعلم برضه بنسبه كبيره مستبعده، ولقاءنا بكره ان شاء الله مع ليله 23. وما تنسوش الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.